ما أحلى وما أجمل وما أقدس مساكنك يا رب، وما أكرمك إذ دعوتنا وجئت بنا لنستمع إليك ونراك بالإيمان. حياتنا بغيرك يا يسوع لا وجود لها، ولكن بك نحيا ونتحرك ونوجد. أعطنا أن نستمع وأن نعمل، نكون ملكا لك إلى الأبد. آمين. حياة الإنسان في هذا العالم هي مهما طالت سوف تنطوي، ولا نجد لها في العالم أثرا، إنما الأثر الباقي والخالد هنالك في الأبدية. إما أن تكون جميلة وحلوة ومليئة بالنعمة، أو فارغة خاوية لا قيمة لها، بل آثارها متعبة ومضنية ولا قصر فيها، إنما ممتدة إلى ما لا نهاية، سواء بالهناء والبركة أو بالمتاعب والضيقة. لابد لو ترك لكل منا الاختيار لطلب الحياة العذبة والهنيئة في السماء، ولكن كيف يجيء هذا؟ ليس مجانا ولا اعتباطا ولا عن غير قصد، ولكن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، ولا يتم هذا الزرع بغير عناية أو بغير تعب، والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، ويعودون بالفرح وأغمارهم مملوءة بأطيب الثمرات، ولكن الذين يتركون الأمور تجري على هوى الشيطان وبدون رقابة من ضمير أو من شريعة، فهؤلاء يحصدون من الشوك شوكا أيضا، ولا يمكن أن يحصد الإنسان من الشوك تينا أو من العنب حسكا، لا يمكن للطبيعة أن تتغير. نحن الآن في نهاية عام 2003، اليوم 28 ديسمبر، ونحن في كنيسة القديس مرقس الرسول. لو أعدنا، وهذا مستحيل، الزمن إلى الوراء لقلنا كنا في مثل هذا اليوم من عام مضى في هذا الموقع، ولكن القضية ليست على هوى الإنسان. الزمن ملك لله، وهو الذي وضع الشرائع كيف يجري الكون، من أفلاك، من نجوم، من سنن، كله بيد الله. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، من يوم إلى يوم يبدي قولا. كل يوم، النهاردة احنا في فصل الشتاء، بعد ذلك نقول فصل الربيع، الصيف، الخريف، وهكذا تتكرر الأيام.
ومع تكرار الأيام يجري بنا قطار الحياة ولا يتوقف، وإن توقف نهاية المحطة، نهاية أيام كل فرد منا. وعندما يتوقف القطار نهائيا تنتهي الحياة على الأرض، ويقول إلى هنا أعاننا الرب. كل فرد منا لا يستطيع أن يعود إلى الوراء، أو أنه يمتد بعد ذلك بعد النهاية يطلب مزيدا من الأيام، لا، لكل شيء أجل وتنتهي. وعندما تنتهي الأيام ككل وتنطوي خيمة الحياة ولا تكون حياة على الأرض وتتم المحاكمة النهائية، كل فرد منا يحمل في يديه صحيفة أعماله، الورق مكتوب من يوم الولادة وإلى اللحظة التي انتهى فيها. ماذا تطلب أن تكون هذه الصفحة؟ هل هي صفحة ناصعة البياض، كل ما هو فيها حسن وجميل في عين السماء وليس حسب رغبتك؟ رغبتك إن كنت قد تممتها واضعا بين عينيك مشيئة الله، مشيئة الله إرادته، خلصنا كلنا، الرب بيحبنا وبيطلب إن إحنا نكون معاه حسب وصيته، ووصيته حلوة وعذبة وجميلة، ولا يطلب الرب منا ما هو فوق احتمالنا، لأنه لا يدعكم تجربون فوق احتمالكم، بل إن سمح بالتجربة يعطي معها مسبقا باب الفرج، باب الخروج منها والخروج بسلام. حينما نحتمل التجربة حسب إرادة الله تكون لخلاصنا ولخيرنا ولفرحنا، لأن الله لا يسمح أن يؤذي أولاده لأنه يحبهم. لم يخلقنا الله للشر بل للخير. الإنسان الأول بدأ في الجنة في الهناء في فردوس النعيم، ولكنه خرج بإرادته. لماذا؟ لأن هنالك وصية، والوصية لابد من طاعتها. وعندما كان الإنسان الأول متمتعا بالبركة لم يقنع بل خالف، وحسب الشروط الأولى أن المخالفة لها عقوبة، عقوبتها الطرد من فردوس النعيم. اختار الأب الأول أن يخرج بإرادته، بل هو أراد أن يغالط، بيغالط بيقول يعني إيه فيها إيه، ده ربنا بيكلمنا كل يوم وكلمنا كلام حلو وطيب وإحنا مرتاحين وبنسبح، لكن هو استهتر بالوصية. أن تتغافل إهانة في حق العدل الإلهي، للعدل شريعته وله كرامته. الرب قال إن أكلت من هذه الشجرة، إن عصيت، إن خالفت موتا تموت. أنا خالفت لابد أن تقع العقوبة علي، وحينما أقول ارحمني وتتعطف السماء، لكن للرحمة حدود وللشروط عدل، والعدل لابد من تنفيذه. موتا تموت، يخرج حنان الله، حب الله، حب الإله وعطفه، ده حب لا حدود له. ولكن كيف نستطيع أن ننفذ العدل وتكون هذه الشريعة في مكانها دون تجني على الإنسان؟ الله المحب يقول ولادي دول وأنا خلقتهم للخير وللبركة، كيف تتم هذه الرحمة
مع وجود قانون العدل. الرب يقول ايه علينا الحكاية دي، انا اخذ عن ولادي عن شعبي عن المؤمنين بي، انا اساعدهم في ايام غربتهم واحاول وافكر. تفكير السماء معد منذ القدم ان الرب يتدخل. هذا التدخل هو يحمل على كتفيه عقوبة الأبناء. هو خلقنا وأحبنا، وإحنا علينا أن إحنا نعبر في السبيل المريح لإرادة الله في الوصية، ونطلب مراحمه ونستمر ونقول له ارحمني كعظيم رحمتك، والسماء تستمر في التعطف والحنان إلى أن يجيء الوقت المعين الذي تصدر فيه السماء العدل الإلهي يأخذ حقه، والرحمة تنفذ يحتملها المسيح خطيتي وخطيتك. يجي المسيح يقول للعدل خليها علينا، يبقى العدل خد حقه والإنسان نال الرحمة. يجيء المسيح، كيف يجيء؟ يجيء بشرا يتمشى فيما بيننا، يرشدنا من جديد. الوصية الأولى كسرناها، يجيء المسيح يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال. الله ده البشرية كلها متعبة والحمل ثقيل على الكل، يقول هاتوا ضاعوا على كتفي وأنا أريحكم. فقط على احملوا نيري عليكم، النير اللي أنا بدهولكم دول في عهد النعمة مجيئي، وصيكم وصايا جديدة، وصايا حلوة، وصايا طيبة وخفيفة وعزبة. احملوا نيري عليكم، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسك. المسيرة تكون سهلة والقلب مطمئن والشروط هينة ولينة، وبهذا تستطيع إعادة الفرحة مرة أخرى. تجيء إليكم الرحمة ببركاتها وثمراتها وعطاياها ونعمها. نعيش في عهد الرحمة، عهد النعمة، وفي الوقت نفسه شريعة العدل تأخذ مجراها. وكيف ذلك؟ يسوع الإله يتجسد من مريم العذراء، أي يأخذ جسدا، والجسد ده يقترن بالروح القدس. الإله يأخذ جسدا ويظهر فيما بيننا متمشيا وسط الناس، يضمد الجراح، يفتح الأعين، ينور البصائر، يعين المجربين، يعزي الحزانة، يدخل من بيت إلى بيت وهو حاملا البركات، البركات السمائية والنعم الروحية التي تفرح القلب. ده إلهنا، وإلا كنا نجلس ونقف عند حد الجبل المضطرب هنالك في سيناء، أو هنالك عند بحر المرارة، نعيش هكذا في حزن دون أمل أو رجاء. ولكن يسوع فتح الأبواب التي كانت مغلقة، وفتح جنبه أيضا وهو معتلي الصليب، ويقول قد أكمل. إيه اللي أكمل يسوع؟ الفداء، الخلاص الذي ترجته البشرية ألوف وألوف من السنين. هكذا جاءت السماء بالبركات والنعم. جت مع مين؟ جت مع يسوع الإله، الأب الحنون، الأب الشفوق. الأم تشفق على ابنها وما تتركوش وتخاف عليه. الأبناء أعزاء لدى آبائهم وأمهاتهم. إذا كان البشر يعطفون على أولادهم، فكم وكم الأب الإلهي الكامل في عطفه وحبه وحنانه، الذي دفع الثمن على الصليب. وما أغلى، ليست هي أموال ولا هي عطايا مادية،
إنما أعطى ذاته، قدم نفسه، بيحبك، بيفتح ذراعيه، بيحضنك، أنت نايم بيعطف عليك وبجوارك، وأنت مستيقظ بيصير بجانبك، وأنت حزين بيبكي ويئن لأناتك ويخلصك من مشاكلك. فقط عليك أن تؤمن به أنه هو القادر الذي يستطيع أن ينقذك من آلامك ومن تجاربك. أنت قدم إيمانك، بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، وبدون إيمان لا يمكن إرضائهم. المسيح بينظر إليك، بيحب أنك تبادله هذه النظرات، هو بيئن عليك، يحب أنك تستمع إليه بأذنيك، هو بيقدم لك بيديه أكلا وشربا ماديا وروحيا أيضا. حب يقول كده، بس يقول نشكرك، نشكر الرب، فلنشكر صانع الخيرات الرحيم، الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. كل ما أعطاه لك الله من خيرات لا يريد بديلا لها، لكن يريد أن تشعر بإحساناته وتتمسك بحبه وحنانه وتعيش ممسكا بيديه وهو بجوارك في الطريق. ولكن حينما تشبع لا تجنح، بل ظل دائما وفيا شاعرا بالمعروف وحاسس بالجميل، تبقى فرحان باستمرار. ده يسوع، ما حدش يستطيع أن يقف بجانبك في الضيقة ويسمعك كلماته الحلوة غير يسوع. بنغلط ونتجاسر ونغلط تاني، والسماء بتنبه وبتهزك هزة عنيفة وبتقول لك اصحى، استيقظ، الملكوت تخسره. وإذا ما وتتنا النعمة واستيقظنا وأحسسنا بالواجب، نركع ونسجد أمام المسيح ونقول له ارحمني أنا الخاطي. تلقى في اللحظة الفرح جالك، والسماء عمرها ما تشمت في إنسان أحبها يوما ما واتكتب اسمه في سفر الحياة. لا تسمع السماء بخسارته. ما يهونش المسيح على أنه عنده 100 خروف ويقول بناقص واحد، الخروف ده تعبني وشرد مني، وكم مرة أنا أجري وراه، وخليني أترك القطع كله وأجري ورا هذا الخروف الضال. يجري وراءك يسوع بكل الوسائل والطرق، بكتابه المقدس، بترنيماته العذبة، بصوته الحنون، لكي ترجع وتعود. وينظر إليك من فوق الصليب والأنظر كم دفعت ثمنا غاليا فيك. لس المسألة مش كلمات جوفاء، أنا بعزك أو أنا بقدرك أو يا فلان أنت غبت عني، لا، يسوع عملي، يحبك لأنك اعتمدت باسمه. أنت دخلت جرن المعمودية، ووالديك والأسرة فرحوا، ولبست الثوب الأبيض الجميل، دليل على أنك نظيف ونقي وقلبك أبيض ونقي، ونلت الملكوت مسبقا، أنت ابن للسماء. فلا تترك مكانك لغيرك. هنالك الشهداء كانوا يسعوا وراء الاستشهاد، فرحانين يقول لك فرصة، فرصة العمر، الملكوت انضمن. يقول له ده عذاب، وان يكن عذاب لحظة، لكن العذاب الآخر ده ملش حدود. ياريت كان له حدود، لو له حدود كل واحد يقول لا على كيفك، ويوم الله زي ما نقول الكلام الذي يبعدنا عن روح التوبة وروح لما لا، آخر العمر آخر السنة، وكل سنة لها أول ولها آخر بالتوقيت البشري. لكن الحقيقة ثابتة أن الإنسان ولد في هذه الحياة لكي يموت ويستقبل حياة أخرى لا حدود لها ولا حصر لأيامها، لأن عنصر الزمن في الأبدية يختفي. لنقول النهاردة الأحد
بكرة الاثنين الثلاث نعد على صوابعنا نشوف نتيجة نفكر نفسنا بساعة فيها؟ لا، لا ساعات ولا دقائق، ضياء، إشراق، بهاء، نور سماوي. الرب نور من نور وأولاده حواليه وهو فرحان بيهم. إنما هنا بعرق وجهك تأكل خبزك والأرض تعمل تنبت لك شوكا وحسكا، عشان تزهق منها وتفكر في غيرها وتركز على هناك. لكن هنفرح بسوق جديد، بزي جديد، ونقول سنة جديدة. ما هي مظاهر هذه السنة؟ أكلة كويسة وسوق جديد وحكاية كده فرح وتهليل. لا، السنة الجديدة نحسب نفسنا، نحاسب أنفسنا جيدا، اللي فات كام، من العمر كام، يقولوا هانت وقربت تجي. مش السنة الجديدة، الزمن الذي لا ينتهي، ولا حدود له ولا خوف له فيه ولا متاعب ولا دموع. بل يسوع يمسح كل دمعة زرفت من عيونهم، يقول خلاص انتهت أيام الضيق، أيام الشقة انتهت، صلواتكم قبلت. يا طيب، صلوات زكريا وإليصابات قبلت عشان ميلاد يوحنا بعد سن كبير، كويس، بركة، لكي يجيء يوحنا المعمدان مبشرا معلنا أن الذي جاء بعده ليس هو يوحنا مستحق أن ينحني ويحل سور حذائه. أيوة صح ده كله، لكن ما هوش ده عشان صلواته قبل، عشان يولد لك ولد أو أنت ما عندك، لكي تأخذ أبدية وتولد أنت من جديد في ملكوت سماوي ليس له مثيل. أنت نفسك تبقى قاعد ملك الملوك، رب الأرباب، يجمع ولاده، يجمع شعبه حواليه. إيه الوليمة بتاعت العرس؟ هل هي أكلة بتاعت الأيام اللي بنقول عنها؟ ده أعطوا ملابس بيضاء، أعطوا قيثارات، يسبحوا تسبيح تهليل عزم مشترك، كل جماعة القديسين المفديين الذين وصلوا بسلام إلى الملكوت، معهم الملائكة، أجواق سماوية بتعزف على القيثارات، فرق، مواكب مواكب مواكب. وفي بيت أبي منازل كثيرة. وفي المنازل دي أمت؟ لا، دي يسوع بيقول نجتهد نشد حيلنا، وبعدين قال آتي وآخذكم إلي. خلاص يقول انتهت أيام الشقاء، لحنا نقول نتولد وأنين والخليقة كلها تأن وتتمخض معا، ولا نقول الطفل أول يوم الطبيب، وبعد شوي السخونة، وبعد شوي في حاجة كثيرة، وبعدين وهكذا تستمر المسيرة من ألف للياء، وكل واحدة نفرح ساعة نحزن جبالها مشاكل. وبعدك لكن السماء بركات ومسرات، ومن الطبيب؟ يسوع. وفي أمراض ولا أمراض، وتنتهي الأوجاع والأحزان والديون العالمية والمشاكل والقضايا، كله ينتهي من خلال هذه القضايا والمشاكل والمتاعب. نرى يسوع آتيا على الماء، يجعل عشان يدخل في عمق التجربة معك، عشان يساندك، يقوي إيمانك، يزرع في إيمانك قوة وثبات ويقين أنك غالب، لأنه هو نفسه قال أن السلطان العالم ده مليش السلطان عليكم، وفي الوقت نفسه قال ثقوا أنا قد غلبت العالم. طب يسوع أنت لما غلبت أنا واقف في جانبكم والعالم لن يغلبكم، يبقى في هذه الحالة لابد احنا منتصرين. يسوع منتصر فيك ويعطيك نصرة وغلبة وقوة ومعونة لكي تستمر المسيرة باسم يسوع الملك الذي لا يغلب، لقد خرج غالبا ولكي يغلب. هو كده يسوع إلهنا، ده الإله، السماء بحالها، القوات الملائكية خاضعة وساجدة أمامه، لا تنتظر منه غير أنك أنت
تثق ان يسوع معك وان هو فرحان لفرحك وبيحزن لحزنك وان لاناتك وهو بجانبك في كل لحظة يقولك لا تخف. ده ما خافش ليه؟ ما ضروري اخاف، ده انا بشر، لاني معك كده. ومعكم تقال ثقوا وكونوا متأكدين ان ها انا معكم كل الايام، كل عمرك ها انا معكم كل الايام والى مجيء العالم، مجيء اليوم الاخير، الى المنتهى، الى النهاية. يعني مش النهاردة بس وبكرة تنقل، لا ابدا. حتى ان كنت في وسط الضيقة هو بيفرحك، وسط المشقة هو بيقف ويخفف عنك. فقط اذكر هنالك مواعيد. فين المواعيد؟ امسك الكتاب المقدس اقرأه، تلقى مواعيد وتلقى طمأنينة وتجد افراح وتلقى يسوع بنفسه. بولس في السجن يقيدوه وبعدين قال لك قاعد هنا زي بعضه في السجن، في السجن نكتب رسائل للشعوب ونكتب اكتب يا تيموثاوس، اكتب يا تلميذ فلان. وبعدين وانت تعمل ايه؟ قال هرسل الرسائل دي، انتوا بتقيدوني لكن كلمة الله لا تقيد لانها قائمة سماوية ليست هي من صنع البشر ولا من تأليف انسان. اقرأها تجد عمقها، واسمعها تشعر بلذتها. وهنا وهناك انت لست وحيدا، فقط عليك ان تثبت انك جندي في الميدان. جندي لمن؟ ليسوع المسيح، لإلهنا القدوس. ليس احد يتجند يرتبك باعمال هذه الحياة. انت تتجند المسيح تبقى مرتبك مخك هنا وهناك. لا، انسان ذو رأيين ده منافق، يبقى طرقه غير مستقيمة. فقط عليك ان تسلم حياتك ليسوع، تصفي حسابك ليس امام الكنيسة فقط بل اهم شيء امام ضميرك والسماء. تجي بين يسوع، انت احتملتني كثير، اشفقت علي وانا اخطأت وتبت وسقطت تاني، وانت سحبتني من الهوى ورفعتني الى فوق واشعرتني بالفرح مرة اخرى، بل بالعكس ايضا اعطيتني من لدنك يا الهي قوة وحارب بها، واشعر انني لست وحدي. ساجدد المسيرة مرة اخرى حتى بذلك أشعر أنك رضيت عني. ويسوع لما يرضى عنك أنت تشعر تماما في قلبك أن الرضا جاء من السماء، وأن الفرحة دائمة وليست هي هباء بل مستقرة ومستمرة إلى ما لا نهاية. شكرا لإلهي الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. سلام منك يا إلهي، قوة من الأعالي، بركة سماوية لعبيدك في كل حين. ونحن الآن في خضوعنا أمامك، أنت قادر أن تعطينا نعمة إلهية وقوة نستأنف بها المسيرة، وتوبة أقوى من كل مرة، ونعمة من لدنك تفيض علينا وتنسكب على ضمائرنا، فنشعر أننا ممسكين باليد الإلهية، ونحن ممسكين بك يا يسوع، ورجاؤنا لن يخزى بل سيستمر، والفرح أيضا يستمر. الميلاد الإلهي الذي ظهر في الجسد ورأيناه سيستمر معنا ببركاته ومسراته إلى ما لا نهاية. مجدا لاسمك يا إلهي من قلوبنا، وخضوعا وانحناء برؤوسنا، وسجودا أيضا على ركبنا، فنشعر بأنك يا إلهي تمد يمينك وتبارك كل فرد منا، وننصرف من هنا ونحن في ملء الشبع
والري والهناء في كل حين. لك المجد يا يسوع أبانا الذي في السماوات، لا تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا لمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. التصفيق ما جاش أوانه، أتكلم ولا أمشي وأسيبكم. كل حال يؤسفني إن اللي بيصفقوا ما بيستمعوش، أذانهم أقول إيه غلفاء مغلقة، لا ينظفوا ودانهم. العظات لا تنتهي والكنيسة مفتوحة باستمرار، وصوت الرب بيدوي كل حين ويطالبنا بأن نحضر القداسات وأيضا نعيش في ملء البركات. وأما العظات المسائية فهي في جميع كنائسنا، ولسه قدامنا رأس السنة وقدامنا ليلة الميلاد وقدامنا كل الأيام والغطاس والمواسم، وكلها مواسم حلوة وجميلة. أما التصفيق اللي بيسرعهم جاهزين نفسهم ملياش داخل بيهم. أنا لي التصفيق الذي يجيء من القلب، القلب الذي يفرح من الداخل ودعني من الأيادي. شكرا للمسيح، وأقول انصرفوا لتعدوا أنفسكم لمجيء آخر للكنيسة الآن، لتستريحوا قليلا ثم تستيقظوا. ونقول شكرا لك يا رب باسم الآب والاب والروح القدس إله واحد آمين.